السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة خمسة ممكن مع بعضنا يا ولاد حل اختبارات ملحق المعاصر الترم الثاني 2024 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية 2024. النهاردة معانا في الفيديو ده معانا اختبارات الأزهر الشريف، وكمان عندي اختبار للدمج، عندي اختبار للأزهر واختبار للدمج، الصفحات من 73 ل 76. sample tests for الأزهر students. اول سامبل تيست معانا، الاختبار الاول معانا للازهر، بيقول لي يا ولاد ما ننساش ادعمونا بلايك وشير الفيديوهات واشتراك في القناه وتابع صفحه الفيسبوك مس هيبه رجب عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد، وكل الاختبارات الملحقه اللي قبل كده موجوده عندك في قائمه تشغيل الصف الخامس. اول سؤال بيكون سؤال استماع، listen and choose the correct answer. هنسمع فقره كده وبناء عليها اختار الاجابات الصحيحه. My friends and I like going to the sports club. انا واصدقائي بنحب نروح نادي الرياضي. We have swimming lessons. عندنا دروس سباحة عند ذا كلاب في النادي twice a week، مرتين في الأسبوع. My uncle is a good swimmer. عمي سباح رائع. He helps us to learn how to swim. بيساعدنا ازاي ايه نتعلم السباحة. My friends and I like going to the sports أولاد ميوزيوم ولا بارك ولا كلاب؟ طبعا كلاب. We have swimming lessons. كم مرة؟ 3 times ولا twice ولا once a week؟ طبعا twice، مرتين. My grandpa ولا brother ولا uncle is good swimmer. طبعا my uncle عمي. السؤال الثاني read and complete the dialogue. المحادثة بكملها من الكلمات اللي عندي. restaurant مطعم، road طريق، yes نعم، you أنت، علي وطارق. علي excuse me معذرة، can you help me ممكن تساعدني؟ فطارق هيقول له ايه؟ yes of course نعم بالطبع. what are you looking for بتبحث عن ايه؟ بتدور على ايه؟ قال له I'm looking for انا بدور او ببحث عن ايه؟ a not cold the Nile. ها؟ بدور على ايه؟ restaurant مطعم اسمه ايه؟ مطعم النيل. قال له oh yes I know where that is. أنا عارف مكانه. go to the end of the road. اذهب لنهاية الطريق ده. قال له oh thank you شكرا لك. okay thank you. السؤال الثالث read the passage and answer the questions. اقرأ ايه الفقرة أو القطعة وجاوب على الأسئلة. in ancient Egypt في مصر القديمة many people كثير من الناس made their homes بيصنعوا منازلهم near the Nile جنب النيل. they use its water بيستخدموا المية بتاعت النيل for drinking للشرب cooking الطبخ and washing والغسيل. they also use mud بيستخدموا كمان يا ولاد mud اللي هو الطين أو الطم from the river من النهر to make bricks لصناعة الطوب for their houses للمنازل. the mud bricks الطوب اللبن made very strong walls بيصنع حوائط قوية جدا. the mud also helped to keep their houses cool. الطمي برضو بيحفظ المنازل ايه يا ولاد؟ إيه معتدلة البرودة. some people بعض الناس also painted their houses white بيلون المنازل باللون الأبيض to make them cooler لكي يصبحوا أكثر برودة. answer the following questions. where did the ancient Egyptians get mud؟ بيحصلوا على المد ده منين يا ولاد؟ from the river. How was water from the Nile important for their life؟ ازاي المية بتاعت النيل مهمة جدا لحياتهم؟ قال لك they used its water بيستخدموا الماء for drinking, cooking and washing لأنهم بيستخدموا المية في الشرب والغسيل والطبخ كل حاجة في الحياة. ده جبت السؤال التاني. بعد كده سيت اختيارات choose the right word. in ancient Egypt في مصر القديمة many people made their homes near ولا far from بعيد ولا away from the Nile طبعا near the Nile جنب النيل. the bricks of the ancient Egyptian houses were made from الطوب كان مصنوع من ايه يا ولاد؟ wood ولا mud ولا paper؟ طبعا مصنوع من المد الطين او الطن. some people painted their houses white الناس كانت بتدهن المنازل باللون الابيض in order not to make them لكي لا يكونوا ايه يا ولاد؟ بيدهنوا المنازل باللون الابيض لكي يكونوا أكثر برودة يبقى إيه؟ لكنها بين فيها in order not to make them حتى لا يكونوا إيه؟ هوتر إيه؟ أكثر حرارة. choose the correct answer. two of my friends اتنين من أصدقائي not a headache has ولا having ولا have ولا is having؟ طبعا have دي مع الجمع have a headache عندهم صداع. birds الخفافيش live in places بتعيش في أماكن إيه؟ they don't like sunlight مش بيحبوا ضوء الشمس بيعيشوا في أماكن دارك مظلمة
كولد بيرد كولورفل ملونة ولا برايت لامعة؟ طبعا دارك. وي واتش ذا ترين ات ذا وي كاتش سوري التحقنا بالقطار فين؟ في الاستيشن، في المحطة، فاكتوري، مصنع، لايبرري، المكتبة، ولا بوست اوفيس، مكتب البريد؟ طبعا في الاستيشن. اي نوت مستر خالد يستر دي انا عملت ايه لمستر خالد بالامس؟ ميت يقابل، ميتس يقابل، ميت قابلت، ميتنج طبعا ميت عشان مين يستر دي. I didn't recognize the road لم أتعرف على الطريق because I was لأن إيه؟ lost الماضي lose يخسر ولا lost كنت تايه ولا lost طبعا إيه lost كان إيه تايه. Reorder تعالوا نرتب. How can you stay healthy كيف تبقى صحيا؟ Which animal does جابي ميت فيرست؟ الحيوان اللي قبله جابي في الأول. فادي came to the club yesterday. سما wrote the email to دينا، كتبت الإيميل لدينا. Do you have a sore throat؟ هذا كان تقفل في الحلق. كده احنا خلصنا الاختبار التاني برضه للأزهر. نسمع نص الاستماع علشان نختار. هدى's family عيلة هدى moved to a new apartment اتقت إلى شقة جديدة. هدى's new apartment is bigger than her old one الشقة الجديدة أكبر من الشقة القديمة. هدى lives in her old apartment بتعيش في الشقة القديمة about أو عاشوا فيها about 11 years old حوالي 11 سنة. هدى shared his bedroom with her sister بشارة غرفة نومها مع أختها. هدى's new apartment is smaller ولا bigger ولا thinner than old one طبعا bigger أكبر من الشقة القديمة. هدى lived in her old apartment about 11 12 ولا 13 years طبعا ايه عاشت ايه 11 11 سنة. هدى shared her bedroom بشارة غرفة نومها with her ايه grandma ولا sister ولا cousin طبعا مع السيستر. then complete the dialogue تعال نكمل المحادثة. medicine يعني دواء. the مطر الأمر. cold bird دكتور طبيب دكتور عادل. What is the matter عادل؟ ما الأمر يا عادل؟ قال I don't feel well أشعر أنني على ما يرام. I have a cold أنا عندي برد. الدكتور قال له okay stay home ابقى بالمنزل sleep well نام جيدا and take this medicine وتناول هذا الدواء. قال له thank you doctor. Read the passage and answer the questions. I'm عبير أنا اسمي عبير. I'm in primary 5 أنا في سنة 5. My brother is in primary 4 أخويا في سنة 4. My father is a doctor and my mother is a housewife. بابا طبيب ومامتي ربة منزل. I like to read about animals بحب أقرأ عن الحيوانات. The kangaroo الكنغر جامبس onto legs بيقفز على ساقين. I like the bird بحب الببغاء it's very beautiful إنه جميل جدا and colorful وملون. The lion is a big أو very big cat الأسد ده عبارة عن قطة كبيرة جدا it's very strong إنه قوي. Last week الأسبوع الماضي we went to the wildlife park ذهبنا لحديقة الحيوانات البرية. Our father took us by his car بابا خدنا إيه بالسيارة. We saw a lot of different animals شوفنا حيوانات كتيرة جدا هناك. We were very happy كنا سعداء. Answer the following questions. What grade is عبير in؟ عبير في سنة كام؟ She is in grade 5 في سنة 5. What does عبير like to read about؟ بتحب تقرأ عن ايه؟ She likes to read about animals. It's the right word. They went to the wildlife park last. راح حديقة الحيوانات البرية امتى؟ Last month or last year or last week. طب راحوا امتى يا ولاد؟ Last week ايه. ذا لاين ولا بارت ولا كانجرو؟ جامبس اون تو ليجز مين اللي بيقفز على الساقين؟ طبعا الكانجرو. عبير از اولدر ولا يانجر ولا يانجست ذان هير براذر؟
هي في سنة خمسة وأخوها في رابعة، يبقى هي أي ولاد أولدر يعني أكبر منه. تشو ذا كوريكت أنسر. Not you ride a bike when you were five. لما كان عندك 5 سنوات. يبقى أنا عايز أسأل في الماضي، كان ولا إز ولا أر ولا كنت؟ طبعا كنت. هل كنت تستطيع أن تركب الإيه؟ الدراجة. بعد كده بيقول لي my friend has a or an not he أو his tooth hurts. أسنانه تؤلمه. يبقى عنده toothache ولا headache ولا earache ولا كل؟ طبعا عنده ايه؟ toothache. There are a lot of in the museum. في المتحف treasures كنوز، bridges كباري، rivers أنهار، ولا لكس بحيرات؟ طبعا ايه؟ treasures. A knot eats bamboo and it's black and white. بيأكل خيزران واللون أبيض في أسود. ده الباندا ولا الكانجرو ولا البيت ولا اللايون؟ طبعا ده الباندا. He drives the car early the morning in the morning. أوقات النهار تاخد in، والنايت لوحدها بتاخد at. ايه الترتيب؟ I'm doing a project، أنا بعمل مشروع. On pets عن الخفافيش. Could you see the pets؟ هل استطعت أن ترى البيتس؟ We have a kitchen and 3 bedrooms. عندنا مطبخ وتلات غرف نوم. My favorite birds are the birds. طيوري المفضلة هي الببغاء. Don't eat in the library. في المكتبة. اختبار الدم يا ولاد. صفحة 76 عندنا امتحان دمج محافظة القاهرة. read and choose the correct answer from ABC. sorry choose the correct answer to complete the text. beach شاطئ، weather talks by بواسطة with مع. last week الأسبوع الماضي. I went to Alexandria رحت اسكندرية. I went there not my family with my family مع عيلتي. we went there by car رحنا هناك بالإيه؟ بالسيارة. The night was sunny. The weather الطقس كان مشمس. We swam in the sea. عمنا في البحر. We played on the beach. لعبنا على الشاطئ. It was a nice day. كان يوم ايه؟ لطيف. It was the correct answer from A, B, C or D. The night go to the market to sell their goods. مين اللي بيروح يبيع البضائع بتاعتهم في الأسواق؟ scientists العلماء، traders التجار، vets أطباء بيطريين، ولا teachers طبعا traders. trees give us الأشجار بتدينا ايه؟ and shade بتدينا ظل. وايه يا ولاد؟ ملك لبن، سبونس معالق، شلتر مأوى، ولا ميت لحمة طبعا ومأوى. my dad likes the view. بابا بيحب المنظر الطبيعي. from the ايه؟ closet ولا oven ولا balcony ولا elevator؟ طبعا منظر طبيعي من البلكونة. keep the environment نحافظ على البيئة. ايه؟ ugly قبيحة، boring مملة، dirty متسخة، ولا clean؟ طبعا clean. read the text and answer the questions. whales الحيتان are mammals هي ثدييات. that live in the ocean عايشة في المحيط. the blue whale الحوت الأزرق is the biggest animal on earth أكبر حيوان على سطح الأرض. the eight fish بياكلوا سمك seals and even اللي هي الأعشاب البحرية and even other whales والحيتان الأخرى. بعد كده some whales have teeth to help them eat. بعض الحيتان عندهم بعض الأسنان بتساعدهم على إيه؟ الأكل. they breathe air through a hole in the top of their heads. بيتنفسوا عن طريق فتحة موجودة في أعلى الرأس. they can live a long بيعيشوا إيه؟ a long time فترة طويلة even up to 90 years old حوالي 90 سنة. whales don't sleep like people مش بيناموا زي الإيه؟ البشر. but instead they take quick naps وبياخدوا ايه؟ غفوات سريعة. It should the correct answer from A, B, C or D. Whales breathe air بتنفذ الهواء through a hole in their A. flippers ولا heads ولا gills ولا bones؟ طبعا الفتحة موجودة فين يا ولاد؟ في الرأس. The general idea of the text is about النص ده بيتكلم على يا ولاد؟ على whales الحيتان. whales can live a long time even up to بيعيش حوالي كام سنة يا ولاد؟ 90 90 years old. ويلز ليف ان بتعيش فين؟ في الاوشنز المحيطات. It should the correct answer from the following sentence. The club at a good we day had. الجملة الصح we had a good day at the club.
كده انا مرة فين في النادي. Could you ride a bike احمد؟ دي برضو الصح. هل يمكنك ان تركب الدراجة يا احمد؟ اعطيني الترتيب يا اولاد بس عبارة عن اختلاط، بختار الاجابات. Choose the correct order to the following scramble sentence. عندي جمل متلخبطة، عاوزين بقى ايه نرتبها A B C D. I ordered the fish and rice. طلبت رز وسمك. I ordered salad too. After I had my meal I went back home. تبقى yesterday I went to a restaurant. بالأمس رحت مطعم. بعد كده I ordered fish and rice. طلبت رز وسمك. بعد كده I ordered salad. بعد كده طلبت ايه سلطة. After I had my meal بعد ما تناولت وجبتي I went back home. رجعت البيت. ده الترتيب الصح. كده يا ولاد احنا النهارده حلينا ايه الاختبارين بتوعات الازهر واختبار الدمج الموجودين في نهايه ملحق المعاصر بتاع الصف الخامس، الصفحات من 73 ل 76. ادعمونا بقى يا ولاد بلايك وشير الفيديوهات الشيق في القناه وتابع على صفحه الفيسبوك. الاختبارات اللي هي عدت كلها من الملحق موجوده في قائمه تشغيل الصف الخامس. اي حاجه محتاجينها هتلاقوها هناك في القائمه. بتمنى لكم نجاح البر والتوفيق باذن الله. كانت معكم ميس هبه رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.